مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم حلقه جديده من برنامج الموجة. كل سنه وحضراتكم بالف خير. طبعا الميعاد الجديد طوال شهر رمضان ان شاء الله من الساعه 12 منتصف الليل وحتى الواحده يومي الاربعاء والخميس، وانا هكون مع حضراتكم ان شاء الله انا لما جبريل. بما انها ساعه فالحقيقه بيكون معنا فقره حواريه واحده مع ضيوفنا الكرام الثابتين معنا. طبعا النهارده لقائنا الاسبوعي بيتجدد مع الكاتب الصحفي استاذ عبد الحليم قنديل، هنناقش معاه حقيقه الكثير والعديد من القضايا خلال هذه او جزء ثاني من المواجهه الليله على المستويين المحلي والدولي. الحقيقه ان احنا بنستغل وجود استاذ قنديل معنا لنطرح عليه الكثير من القضايا الدائره الان. بس في البدايه طبعا مجموعه من ابرز واهم الاخبار، البدايه مع توجيهات الرئيس، حيث اكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه بالتوسع في اعطاء اللقاحات للحد من انتشار فيروس كورونا، الى جانب اطلاق حملات التوعية للمواطنين لتبصيرهم بأهمية التسجيل للحصول على اللقاح. ده جه خلال لقائه بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وعدد من المسؤولين. أكدت وزيرة الصحة والسكان من جانبها زيادة معدلات تطعيم القطاعات المستهدفة. تكلمت أنه في تقريبا 200 مركز دلوقتي لاستقبال الراغبين في تلقي اللقاح في مختلف المحافظات. تم التوسع كمان بمنح اللقاح لعدد من الجهات بالدولة زي العاملين في قطاع السياحة وغيرهم. احنا من كده بنتكلم 350 ألف جرعة مع تجهيز أرض المعارض هتكون كمان مركز لتقديم اللقاح. كما كانت خليني أقول لحضراتكم كما كانت الرؤى قبل والتوقعات قبل بداية شهر رمضان، الحقيقة في زيادة مستمرة في أعداد الإصابات بكورونا والدولة بتحث وإحنا بنحث حضراتكم دائما على التسجيل لاستقبال اللقاح. النهاردة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اتكلم أنه على شهر مايو هيكون وصلنا من كوفاكس تيالي حوالي 4 مليون جرعة من اللقاحات ضمن الاتفاقية. خلينا نعرف تفاصيل أكثر حول هذه التوجيهات والذي يحدث في إطار اللقاحات وعملية التطعيم والزيادة في الإصابات. معنا عبر الهاتف دكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة. يا دكتور أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم ومشاهديك الكرام، كل سنة وحضراتكم حضرتك بخير. خير يا فندم. دكتور خليني أسأل حضرتك عن التوجيهات في هذه المرحلة. للأسف كان في توقعات بزيادة الأعداد المصابة بكورونا، ولكن في توجيهات بتوسعة في مراكز إعطاء اللقاحات، وبالفعل في حديث عن شحنات قادمة في القريب العاجل. طبعا يا فندم، هو توجيهات القيادة السياسية ويمكن اتقالت النهاردة في اجتماع مجلس الوزراء، معالي الوزيرة أصدرت تعليماتها فعلا ب إن احنا نتوسع في إعطاء اللقاحات للسادة المواطنين. طبعا مصر بتنتظر مزيد من الجرعات في خلال شهر مايو إن شاء الله يا فندم. احنا في 200 مركز للتطعيم موجودين، ومعالي الوزيرة توجهاتها إن احنا نوصلهم 350 مركز كمان عشان نوصل للسادة المواطنين أينما كانوا حسب الكثافة السكانية في كل المحافظات. طبعا يا فندم الأهم دلوقتي، يعني حضرتك زي ما تفضلتي وقلتي في زيادات، هي لغايه دلوقتي الحمد لله زيادات بسيطه مش كبيره وليست مبعث قلق، والحمد لله يعني معالي الوزيره في جولتها بجميع المحافظات بتؤكد وبتضمن يعني جاهزيه المستشفيات واستعداداتها ورفع الكفاءه بتاعه شبكات الغازات والرعايات المركزه والاسره الداخليه والمستلزمات والامدادات الطبيه، لكن يظل العامل الاكبر على الساده المواطنين. معلش شهر رمضان شهر جميل شويتين، بس نبتعد عن اللمات، يعني المناظر بتبقى في الشوارع دلوقتي، التجمعات والمولات والكافيهات. لا والخيم بقى رمضان يا دكتور ده الجديد بقى انه يعني الحقيقه ما اعرفش هل في تجاوز لفكره انه في كورونا في مصر، يعني لا اعلم ذلك. الحقيقه في تجاوز للكثير من الاجراءات الاحترازيه. بس خليني اسالك يا دكتور، هل الاعداد مستقره او حضراتكم شايفينها تحت السيطره حتى الان؟ لانه كثير من المواطنين بقوا بيعزلوا نفسهم، بقينا عندنا ثقافه انه لو في شعور باعراض برد فهي كورونا، فبيتم عزل المواطن لنفسه بشكل تلقائي. بس للاسف في نقطه انا عايز اسال حضرتك عليها، في ناس بتاخد البروتوكولات من على النت. يا فندم ما هو ده الفكره في الازمه اللي ممكن تحصل، يعني ما ينفعش واحد يكون مريض وطبيب في نفس الوقت. انا بنناشد الساده المواطنين فور الشعور باي اعراض او ان انا احس ان انا حاله اشتباك كورونا، التوجه الى اقرب منشاه طبيه تابعه لوزاره الصحه والسكان، هيقولوا لنا لو هي دي مش حاله كورونا هنتفضل واخدين العلاج المناسب بتاعنا. لو هي حاله كورونا
لا هتتصنف سواء حاله بسيطه او متوسطه او شديده، كل حاله وليها الكرايتيريا وليها اسلوب التعامل معاها. الحاله البسيطه حتى لو بنديها العلاج بتاعها وبنقول لها طب دكتور، هل في رقم ممكن الناس تتواصل بيه؟ الارقام ما زالت موجوده بتاعت حضراتكم اللي ابتدينا بيها هذه الموجه، لانه ممكن الناس تخاف تيجي على المراكز يعني من العدوى. لا كلها شغاله يا فندم، ومفيش ابسط من ان انا ابعت كلمه يعني ان انا عزل منزلي على رقم 1440 اللي اطلقته وزاره الصحه والسكان. بعد اذن حضرتك بس انا عايز اؤكد على حاجه دكتور. مش مجرد ان انا بروح وبتشخص في مستشفى وزاره صحه وبيدوني شنطه العلاج او بروتوكول العلاج المنزلي الموضوع خلص على كده. احنا بنضمن للمواطنين ان فرق العزل المنزلي، فرق الرعايه الاساسيه، بتتابعهم على مدار الساعه يا فندم طول فتره العزل، عشان نضمن ان الحاله بسيطه تفضل بسيطه لغايه ما تخف وتتعافى باذن ربنا سبحانه وتعالى. انما ان انا اخد بروتوكول العلاج من نفسي او انزله من على النت واروح اجيب ادويتي من الصيدليه واعزل نفسي في البيت، لا انا عارف ضوابط عزل ازاي، وممكن اعدي الناس اللي موجودين ومحيطين بيا، وممكن الحاله تتدهور وانا ما اعرفش يا فندم، فبروح المستشفى في حاله تبقى حاله شديده شويه. فاحنا الحمد لله الاعداد مش كبيره يعني، والحمد لله يعني النظام الصحي المصري وكفاءه المستشفيات الحمد لله، سواء في الموجه الاولى او الثانيه او حاليا، احنا الحمد لله كل شيء معمول حسابه، بس يظل العامل الاكبر على تعاون الساده المواطنين. خليني اسال حضرتك يا دكتور عن المسجلين او اللي بيتم تسجيلهم طبعا على الويب سايت للتطعيم. النسبه مرضيه بالنسبه لحضراتكم، ولا بتشعروا انه ما زالت هناك مخاوف بالنسبه للمواطنين انهم يسجلوا وياخدوا التطعيم؟ والله هي كانت المخاوف في الاول في بدايه اطلاق المنصه او الموقع الالكتروني. دلوقتي اللي احنا ملاحظينه الساده المواطنين في اقبال على التطعيم، وحتى الساده المواطنين دلوقتي يعني بيشتكوا يعني ان حضرتك تلاقي حرص المواطنين ده انا اتاخر الرساله اللي هي توصلني ومحدش تابعني. ده حقيقي، ده كله فده بياكد الحرص الحمد لله. يعني هو في حاله وعي مجتمعي لاهميه التطعيم، لان احنا بنتكلم في شقين، مرض ربنا يعني الحمد لله يعني جه ودخل العالم، بس ربنا ادانا معاه منحه ان في خلال شهور قليله تم استحداث لقاح لي. فده نعمه من ربنا لازم نستغلها. وبنأكد تاني اللقاح الرباني اللي لازم الناس تتبعه دلوقتي، الاجراءات الوقائيه واداب التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في الاماكن العامه اللي فيها تجمعات وتجديد التهويه في منازلنا. هل في عمليات رقابة بتتم يا دكتور بالتنسيق مع حضراتكم على بعض القهاوي، الخيام الرمضانية اللي اشتغلت بالفعل الحاجات دي يعني؟ والله هي كل أجهزة الدولة بتعمل على كذا على كده يا فندم، سواء وزارة الداخلية أو المحليات، وكل الأجهزة بتاعت الدولة بتشتغل عليها. لكن احنا عايزين نخرج بره فلسفة الرقابة، أو إن احنا نتابع يعني الفكر اللي هو إيه، إن لازم حد هو اللي يلزمني بده. المفروض يعني الوعي المجتمعي هو وازع داخلي كل الناس، بدل ما انا اقعد في اي مكان تجمع وارجع لاهلي او لابويا او لامي او لاولادي او لزوجتي بمرض، لا ما انا احافظ على ده يا فندم. احنا لو تباعدنا فتره شهر شهرين لغايه ان شاء الله حكايه اللقاحات ان هي تدي تمييع مجتمعي، هنبص هنلاقي الدنيا اسهل وهترجع الحياه كما كانت باذن الله. سؤالي الاخير لحضرتك وسريعا يا دكتور لو تسمح لي، هل في جارنتي، هل في ضمانه انه اللي يجي له كورونا مره ما تجيلوش تاني؟ لانه معظم الناس اللي جات لهم بيتعاملوا وكانها لن تصيبهم مره اخرى، على الرغم بانه ده فيروس جديد وما زالت الدراسات تخرج وما زال الاكتشافات بتدار حول اليه عمل هذا الفيروس، وفي كل يوم 100 اكتشاف حوله. هو طبعا حضرتك هو مرض مستجد زي حضرتك ما تفضلت وقلتي، ولسه وبائياته قيد الدراسه، ما هواش مرض زي الحصبة اللي بيجيله مره ما بتجيلوش بقيه العمر تاني. فهو فعلا زي حضرتك ما تفضلت وقلتي، ممكن اللي يصاب مره ممكن يصاب مره تانيه. فهو مش معنى ان انا اصبت ان انا اتخلى عن الضوابط الاحترازيه اللي احنا حاطينها، لازم ارجع ملتزم بيها اكثر من الاول يعني. نعم بشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا دكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة. ننتقل لخبر آخر مشاهدينا الكرام ومتعلق بالتعليم العالي في مصر. استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقرير
مقدم من الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات بشأن اجتماع المجلس الأعلى لشؤون الدراسات العليا والبحوث. حقيقة أن هذا الاجتماع والمجتمعون ناقشوا إعداد تصنيف للجامعات المصرية بيعتمد على عدد من المعايير الخاصة، ده في إطار السياسة العامة للدولة الهادفة إلى التطوير الدائم لوضع الجامعات المصرية في التصنيف الدولي للجامعات. حين في الإطار ده أشاد وزير التعليم العالي باللي حققته الجامعات المصرية من ارتفاع في التصنيفات الدولية، وده اللي عكسته المؤشرات الأخيرة في عدد من هذه التصنيفات وسط توقعات باستمرار تحسن ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية المختلفة لتفرض نفسها أكثر على خريطة الجامعات العالمية. والحقيقة أنه ده كان ملف هام جدا منذ أكثر من عام فيما يتعلق بتصنيف الجامعات المصرية اللي كان تأخر في مرحلة ما. على العموم مزيد من التوضيح معنا عبر الهاتف دكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. يا دكتور أهلا بحضرتك. دكتور عادل حضرتك سمعني يا فندم؟ فقدنا الاتصال بدكتور عادل، أكيد هنحاول نتواصل معه مرة أخرى. ويمكن ملف تصنيف الجامعات المصرية ملف هام جدا، كان في فترة أعتقد من أكثر من عام أو أكثر كان في تأخر في هذا الملف، وكان في نقاشات عديدة بتجرى وأسئلة مباشرة بتطرح على وزير التعليم العالي في هذا الإطار، كنا تأخرنا إلى حد ما في تصنيف الجامعات. ولكن لو حضراتكم تلاحظوا في المرحلة الأخيرة في خطوات ملموسة على الأرض بتحصل، مش بس في الجامعات الحكومية ولكن بإنشاء أو في عملية إنشاء الجامعات في مصر بشكل عام. إذا كانت جامعات أهلية الغير هادفة للربح، الجامعات الأهلية دي بتاخد فلوس علشان تدور نفسها، ما بتهدفش للربح زي الجامعة الأمريكية وغيرها من الجامعات اللي الفلوس موجهة لإعادة التدوير على نفس المستوى، ما تنزلش بمستواها. طبعا احنا واخدين كليات عدة من كليات عالمية في تخصص تخصصات عالمية هنا في الجامعات الأهلية، إذا كانت في الجلالة أو العالمين أو سيناء أو غيرها من الجامعات الأهلية. في هذا الملف الحقيقة هو ملف هام وكان في اهتمام خاص في الفترة أو المرحلة الأخيرة ودخول الجامعات المصرية مرة أخرى على خط التصنيف، لأن احنا كنا في فترة خرجنا منه كنا تأخرنا بشكل كبير جدا. خلونا نروح لخبر آخر والأقصر، والحقيقة الأخبار المتعلقة بالمصريين القدماء والفراعنة تسعدنا جميعا، هي طول عمرها بتسعدنا ولكن المرحلة الأخيرة احنا يعني في حماس خاص بعد ما شفنا موكب المومياوات. أعتقد أنه هذا الموكب هيكون بنفس الأهمية أو هذا الاحتفال هيكون بنفس الأهمية. حين محافظة الأقصر بتستعد خلال شهور قليلة لافتتاح أعمال المشروع القومي لإحياء طريق الكباش الفرعوني اللي بينتظر خلال الشهور المقبلة إعلان وزارة الأثار انتهاء العمل رسميا منه، وده بيربط معبدي الأقصر بالقرنك، بنتكلم عن طول 27,000 متر وبيساعد في جذب. طبعا ده يعني مشروع هام جدا وأعتقد أنه هيكون هام كمان بالنسبة لي تطوير عملية جذب السائحين من مختلف دول العالم لمصر. في الواقع أنه تم الانتهاء من نسبة كبيرة جدا من العمل بالطريق ده، من المفترض أن احنا مستنيين أنه يتم افتتاحه في حفل عالمي نهاية شهر يونيو المقبل يضاهي الاحتفالات العالمية لدعم حركة السياحة والأثار بمصر. وطبعا يعني بما يليق بمكانة هؤلاء العظام والعظماء من المصريين القدماء. خلونا نستقبل عبر الهاتف دكتور مصطفى الصغير مدير عام أثار الكرنك والمشرف العام على طريق الكباش. يا دكتور أهلا بيك. سلامة، زي حضرتك يا فندم، كل سنة وحضرتك بألف خير. خليني أسألك يا دكتور، انتهيتوا من قد إيه من هذا الطريق؟ احنا والله يمكن تقريبا كده انتهينا من نسبة تتجاوز 97% من الأعمال في الطريق. يعني يمكن احنا خلاص قررنا على الانتهاء إن شاء الله، وفي يمكن بعض الحاجات الرتوش الأخيرة اللي احنا إن شاء الله بإذن الله خلال الفترة اللي جاية هنكملها علشان يبقى الطريق بإذن الله جاهز في أقرب وقت ممكن لافتتاحه للزوار بإذن الله. دكتور إيه التصور كده لإحياء هذا الطريق؟ يعني إيه الجديد اللي حضراتكم وضعتوه إن إحنا نحيي طريق الكباش ونربط معبدي الأقصر بالكرنك زي ما فهمت؟ طبعاً مبدئياً إحنا بس أنا حابب أشير إن طريق المواكب الكبرى اللي هو المعروف اصطلاحاً باسم طريق الكباش ده من أكبر المشروعات الأثرية اللي تبنتها وزارة السياحة والآثار خلال الفترة الأخيرة. يمكن الطريق ده
بدأ أعمال الكشف عنه من أكتر من 72 سنة، واستمرت الأعمال الحفائر فيه عبر العقود الماضية، وكان كل فترة كان يتم كشف جزء من الطريق. بعد فترة توقف بعد ثورة يناير سنة 2011 رجعنا مرة تانية في 2017 وابتدينا نعمل أعمال الحفائر والتطوير الخاص بالطريق، وده هيعتبر يمكن إنجاز كبير جدا جدا على مستوى العالم، باعتبار طبعا أن طريق المواكب الكبرى أو طريق الكباش من أحد العناصر المهمة لموقع طيبة للتراث العالمي. فبالتالي مشروع كبير زي كده المفروض أنه طبعا بيربط مع بدائل كرنك بالأقصر، يمكن احنا حطينا تصور كبير للزيارة أن احنا وفرنا كل الطريق للزيارة من خلال الزائر ممكن يزور من خلال معبد الكرنك أو المعبد الأقصر، وأضفنا كمان ثلاث مداخل عبر الطريق كله بحيث أنه يقدر الزائر يزور أي جزء هو عايزه في الطريق. مش بس كده، احنا كمان عملنا الإضاءة الليلية للطريق، وإضاءة هي مبهرة جدا وجميلة جدا، وبتخلي كمان الزائر ان هو يشوف الطريق ويزوره وقت بالليل. طبعا ده كأنه متحف مفتوح على مساحة ضخمة جدا للزائر أو للسائح يا دكتور، انه مش بس بيربط بين معبدين من أعظم وأكبر المعابد، ولكن كمان ده طريق كامل بقى هيبقى فيه مقتنيات مختلفة أو تماثيل مختلفة للفراعنة بما فيها طبعا الكباش وغيرها. ده بالتأكيد ان هو يعني ده تخيلي زي ما حضرتك شرحت. مظبوط، وده فعلا ده احنا اللي بنتكلم على كده، ان احنا مساحة معابد الكرنك مثلا اكتر من 260 فدان ضخم طبعا، ومعبد الأقصر، وبعد كده بنربط الكلام ده بطريق المواكب الكبرى اللي هو بيصل طوله لأكتر من 2700 متر، يعني حوالي 3 كيلو، من اكبر المناطق الاثريه اللي موجوده في مصر كلها. فبالتالي ان هو الزائر كمان معروف ان الاقصر يمكن من المناطق الحاره، فبالتالي ان احنا بنعمل زي اوبشن كده ان الزائر يقدر يشوف الطريق ليلا بالاضاءه وكده، طبعا هتكون حاجه مهمه جدا. الحركه بينهم هتكون ازاي يا دكتور؟ على حسب متخيلين ايه التصور هيبقى ايه، يعني لو حد مثلا حابب يمشي من هنا لهنا يزور اكتر قدر ممكن ما بين المعبدين، وده طريق مفتوح يعني. بالطبع احنا وفرنا كل حاجه زي كده بحيث ان هو لو الزائر عايز ياخد الزياره كلها من اول معبد الكرنك لغايه معبد الاقصر متاح، لو هو عايز يكتفي باجزاء معينه اللي عملنا ثلاث مداخل ومخارج على طول الطريق علشان الزائر يقدر يزور المناطق نفسها. كمان وفرنا على طول الطريق برجولات واماكن انتظار للظل، يعني كده مظلله، يعني بحيث ان هو الزائر يقدر يزور الاماكن دي ولو حب ان هو يستريح قليلا برضه هتبقى متوفره. نعم. عملنا كمان جهزنا مكان علشان يبقى تقديم خدمات زي الكافيتيريا مثلا. في مثلا جزء خصصناه كمتحف مفتوح ملحق بالطريق، بيضم طبعا اهم الاكتشافات الاثريه اللي وجدناها في الطريق. طبعا ده غير بقى العناصر المهمه جدا جدا اللي احنا اكتشفناها في طول الطريق زي معاصر النبيذ اللي كانت منتشره على طول الطريق، الحمامات اللي هي الخاصه بال اغتسال الزوار، في مقياس للنيل، لا في حاجات مهمه جدا جدا، في مناطق صناعيه كانت طبعا تم اكتشافها في الطريق بتوضح النشاط الاقتصادي والاجتماعي للمصريين القدماء خلال فترات العصور القديمه. نعم. بشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا دكتور مصطفى صغيره مدير عام اثار الكرنك والمشرف العام على طريق الكباش. خلونا نروح لخبر اخر ونروح للجزء الثاني من العالم. النهاردة الحقيقة شركة كوين بيز هي شركة بتدير أكبر بورصة للعملات الرقمية، العملات الرقمية زي البيتكوين وغيرها، ولكن البيتكوين دلوقتي هو المحقق الأكبر قيمة سوقية. القيمة السوقية بتبلغ تقريبا 100 مليار دولار في قائمة سوق الأوراق المالية. النهاردة تم طرح أسهم الشركة للمرة الأولى للاكتتاب في بورصة ناسداك بسعر 381 دولار للسهم. ده بيوضع التقييم الأخير لكوين بيس، شركة كوين بيس، في المقدمة أمام العديد من الشركات المعروفة بما في ذلك شركة النفط البريطانية العملاقة بي بي أو بريتش بتروليوم. يعني سعر كوين بيس تخطى القيمة، تخطت أو سهم فيها تخطى السهم بتاع بريتش بتروليوم النهاردة في منصات التداول. بتعد طبعا الانباء دي احدث دليل على اكتساب العملات الرقميه، مش بس قبول اوسع بين المستثمرين التقليديين، ولكن كمان ان هي تخش شركه النهارده طرحتها للاكتتاب العام لاول مره في ناسداك.
ده اعتقد له معاني كثيره لتهيئه السوق للاستخدام او استخدام العملات الرقميه في المرحله الجايه. الحقيقه انه الخبراء ابتدوا يتكلموا في هذا الامر، وابتدينا نسمع كلام زي انه البيتكوين وغيرها من العملات الرقميه هي وسيله للمضاربه، ملهاش اي علاقه بالمدفوعات، ما اقدرش استخدمها في الحياه الطبيعيه. ده بيزيد من تذبذب قيمه هذه العمله. البعض شبهها بالذهب، انها قيمه موجوده لكن ما اقدرش استخدمها في السوق بشكل طبيعي، واعتقد ان التشبيه ده بعيد شويه، ولكن في طفره بتحصل دلوقتي في العملات المشفره. خلونا نفهم اكتر ايه اللي بيحصل النهارده، ايه اللي شركه كوين بيز عملته النهارده في السوق البورصات العالميه. معانا عبر الهاتف المهندس مصطفى ابو جمر، خبير امن المعلومات. يا باشمهندس اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. كوين بيز النهارده رجعت مره اخرى اخبار البيتكوين على السطح كده زي ما بيقولوا. باشمهندس ايه اللي حصل النهارده؟ النهارده يوم تاريخي. صحيح. العملات المشفره الرقميه عملت برضك انتصار كبير. الشركه دي تعتبر من الشركات الرائده اللي بقى لها حوالي 10 سنين بتشتغل. هي عباره عن منصه للتداول بيع وشراء العملات المشفرة. هي كمان عندها خدمات أخرى، يعني هي ممكن تبيع وتشتري منها، أو ممكن أنها تدير لك أو تديكي معلومات أو تدير الأصول الرقمية بتاعت الحاجات دي. النهاردة العملات المشفرة العالم كله بيبص لها إن هي أصول ممكن أنا أستثمر فيها، زي ما حضرتك تفضلتي زي الذهب وزي حاجات تانية كتير. طبعا هي في حالة تذبذب، لكن الشركة دي ما بتصنعش العملات المشفرة، لكن هي بتدي الخدمات المتعلقة. فهي عاملة زي منصات الفيديو اون ديماند باشتراك، فعندها دخل بيخش لها جيد من الاشتراكات بتاعة الناس اللي عايزين تاخدوا الخدمات بتاعتها. عندها حاجة تانية كمان، انها تاخد ترانزاكشن فيه، يعني تاخد على العمليات بتاخد نسبة، فبالتالي حجم مبيعاتها كبير جدا. العالم كله بيحاول انه يستثمر في المستقبل، لان احنا خايفين ان العملات المشفره دي بتعمل ديسربتنج لكل سوق المال وسوق الاستثمار في العالم. فبالتالي شركات كثيره كبيره واشخاص ذوي صيت بداوا ان هم يدعموا ويستثمروا حتى لا يفوتهم هذا القطار. مشكلة العملات ديت ان احنا عارفين طبعا ان بنوك مركزية كثيرة لسه لم تجزها، من ضمنهم البنك المركزي المصري اللي بيحذر من التعامل فيها، لان هي استثمارات شديدة المخاطر. ولكن في بعض الدول الاخرى بتجزها، وكذلك التعاملات الغير رسمية كثيرة في هذا المنح. المنصة عملت دفعة كبيرة قوي ان احنا نعيد النظر في الكريبتو كارنسي ومستقبلها. احنا شفنا فيه نهم كبير جدا انها تنزل بالقيمة السوقية دي، وان القيمة السوقية almost doubled في ساعات قليلة. لا ده كمان قيمة الشركة نفسها كوين بيز عليت اكتر يا باشمهندس من قيمة ناسداك، يعني الموضوع راح بينا في حتة تانية خالص. ولكن هل ده بيقول عن مستقبل هذه العملات المشفرة يا باشمهندس مصطفى؟ احنا عارفين ان هو يعني في القريب او البعيد الاقتصاد كله هينتقل الى العملات المشفرة لما بها من تقنيات وامان وخيانة، وهيبقى نقدر نتعامل بيهم يبقوا مدفوعات ولا هيبقوا حاجه متشاله زي الذهب هي بيز او امان؟ هيبقى الاثنين. هيبقى الاثنين. نلاحظ ان هي حاجه مش موجوده فيزيكلي، حاجه رقميه تماما، ولكن مشفره وفي تكنولوجيات بتصنعها، تكنولوجيات بتشتري وتبيع بيها، تكنولوجيات بتخزنها، تكنولوجيات بتحاول تحلل ارقامها وطلبات السوق و يعني الصوره اللي كنت حضرتك تفضلتي وعرضتيها ديت، دي شركات كثيره جدا. ده الايكو سيستم بتاع الكريبتو كارنسي في العالم، اللي من ضمنهم كوين بي. دول الشركات اللي بتتعامل بيهم دي، يعني ديت الشركات ممكن الاكثر الاكثر معرفه ونشاطا في هذا المجال. في عشرات بل ممكن نقول مئات والشركات اللي شغاله في الكريبتو كارنسي اندستري، وده عادة دايما اي حاجه في الديجيتال ايكو سيستم.
دايما الديجيتال بيطلع فيه ستارت ابس كتيره جدا، منهم من يستشهد، انا بقول عليهم انه يستشهدوا لان هم يعني توفوا بدون اي سبب. ده بيفكرنا على فكره كمان بما يطلق عليه في 2002 الدوت بوم، لما حصل بابلنج لشركات الانترنت العالميه كتيره كتيره كتيره، والاستثمارات في البورصه عليها كانت عاليه جدا، وبعدين العالم كله فقد الثقه، فكل ما كان له علاقه بالانترنت فلس وانهارت الموضوع دوت، واللي عاش منها فقط اسماء قليله جدا زي اي باي وامازون وجوجل وخلافه. يعني تجربه شبيهه، لانه كل الاقتصاديين يا باشمهندس مش عارفه هل هو خوف ولا من كل جديد، لانه كانوا حذروا مع بدايه، هو طبعا البيتكوين مع بدايه مع دخول الكورونا واستثمار الكبير من الاسامي في العالم، ايلون ماسك اشهرهم يعني بعد ما اتكلم عنها واستثمر فيها، كانوا بيقولوا انه ده موضوع هيحصل فيه تراجع وملوش اساس و فش كده. بسال حضرتك عن توقعاتك تحديدا كمان بعد اللي عمله كوين بيز النهارده، احنا داخلين على عالم جديد باستثمارات جديده بشكل كارنسي جديد. ده طبعا ده اكيد. هي طبعا عيب الكريبتو كرنسي ان سمعتها حصل لها اساءه جامده جدا، لان بقت تستخدم في شراء حاجات مش لطيفه. وديت برضك من ضمن المشاكل اللي حصلت في الانترنت الاوليه، ان كانوا الناس بتستعمل الانترنت في حاجات مضره مش مفيده. ده الديب ويب يا باشمهندس فندم، ده الديب ويب. لا قبل الديب ويب، الحاجات اللي مش لطيفه، فدي كانت هتضيع الانترنت، والعالم تنبه وحمى الانترنت. البيتكوين دلوقتي بتحاول ان هي تقرب نفسها من كل الريجليترز، كل واضعي القوانين في الدول المختلفه بيحاولوا يشوفوا ايه الانسب لهم عشان يوصلوا لحيثيه تتيح لهم التداول والعمل، وده هيحصل يعني. هي مساله وقت، ودوله قبل دوله نعم. بشكرك شكرا جزيلا المهندس مصطفى ابو جمره خبير امن المعلومات. طبعا البيتكوينز هي مغامره طبيعيه ولكن متقلبه بشكل كبير لغايه دلوقتي للسوق، ولكن حصل هزه كبيره في الاسواق العالميه بالعمليه النهارده. هذه الشركه باول اكتتاب بشكل معلن للعملات المشفره، العملات اللي ما نقدرش نمسكها كده بشكل فيزيكلي، يعني بنتكلم في حاجه تكنولوجيه بحته يعني. طيب عملات رقميه، خلونا نروح لاخر خبر معانا النهارده من الاخبار، والحقيقه ان احنا هنختتم هذه الجوله الاخباريه بخبر طريف جدا من الصين. هناك الحقيقه الحكومه الصينيه انها تعمل اول اشاره مرور في العالم، مش للبني ادمين ولا للعربيات ولكن للجمال او الابل. ده من خلال اشارات مرور في الشوارع اللي بتمشي فيها الجمال بشكل كبير، او بتكون فيها يعني زحمه جمال مع عربيات مع بشر. حقيقه انه هذه الشوارع مزوده باشاره حمراء اللون، دي بتشير على توقف السير، واخرى خضراء دي بتسمح بمرور قطيع من الابل او الجمال ان هم يعدوا او يقفوا. تعتبر التقنيه دي اول اشاره مرور حصريه للجمال في العالم. بتتوقف الجمال او الابل عند الاشاره الحمراء. احنا شفنا صور كده وانا الحقيقه استغربت جدا، يعني ازاي تم تمرين هؤلاء الجمال على هذا الامر، وبيتوقفوا عن طريق وعن الاشاره الخضراء، وده من خلال راعي القطيع. الحقيقه انا مش عارفه زي ما قلت لحضراتكم ازاي دربوا الجمال على احترام الاشاره الضوئيه، ولكن ابتكار مش بس بيسهل حركه السير في شوارع الصين او بعض شوارع الصين اللي كانوا محتاجين فيها ده، ولكن اكيد بيخلق شيء او عنصر جديد من عناصر السياحيه في المنطقه، ممكن للسياح ان هم يعني يروحوا يكتشفوا ازاي الجمال بيحترموا قوانين السير في الصين. واعتقد يعني ممكن لما تبقى يعني ليها popularity او ليها شعبيه اكثر هذه تستخدم بشكل كبير. احنا عندنا في الخليج العربي استخدام للجمال والابل وفي الصحراء الرائعه المدهشه عندهم، فاعتقد انه ده شيء لطيف يعني ممكن نشوفه هناك كمان في القريب العاجل. ولكن الصور كانت لطيفه جدا وحبيت ان احنا النهارده نطرحها مع حضراتكم.
المواجهة الأخيرة في هذه الليلة هنناقش فيها عدد من الملفات الهامة على المستويين المحلي والدولي. هنتكلم عن المشروعات القومية اللي بتتم في كل شبر على أرض مصر، هنتكلم عن التوترات في العراق وإلى متى سيستمر الوضع في لبنان دون القدرة على تشكيل حكومة لبنانية تعالج أثار الانهيار الاقتصادي اللي بتعيشه بيروت. لكن اسمحوا لي في البداية نرحب بضيفي الكريم الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الحليم أنديل. يا أستاذ أنديل أهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك بخير. وانت بألف خير. حقيقة اهتمام كبير من الدولة في مجال البحث والتنقيب إنتاج البترول، وأكدوا لقاء الرئيس النهاردة مع رئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للطاقة، وده مش أول لقاء، والحقيقة فيه اهتمام منذ فترة طبعا بهذا الأمر. لأي مدى بيعكس هذا الاهتمام وحرص الدولة في تحولها لتكون مركز عالمي وإقليمي للطاقة؟ يعني طبعا من الأشياء الملحوظة أنه في السنوات الأخيرة الست الأخيرة بالذات جرى تطور كبير في عدد الاكتشافات البترولية والغازية المصرية. طبعا ساهم في ذلك شيئان، أولا فكرة التقدم في ترسيم الحدود البحرية مع قبرص من قبل ومع اليونان جزئيا قبل شهور، ثم مع المملكة العربية السعودية، مما أتاح لمصر تحديد وترسيم مناطقها الاقتصادية في البحرين الأحمر والأبيض. طبعا ساهم ذلك في تدفق كبير للشركات الاكتشافات البترولية والغازية وبينها إيني، خاصة بعد نجاح الحكومة المصرية في تقليل إلى أدنى حد في نسبة الديون المعلقة التي كانت لهذه الشركات في رقبة مصر في أواسط العقد الثاني من القرن الجاري. اثنين، الهمة عملية النهوض وعملية الإنجاز السريعة الإيقاع الكفأة في مجال العمران وفي مجال محطات الطاقة، جاءت فكرة الاكتشافات البترولية والغازية لتكملها وتسير على ذات إيقاعها. وأعتقد معدل الاكتشافات في السنوات الأخيرة معدل متسارع جدا، وأتصور أننا قد نكون بصدد اكتشافات أخرى. مصر حققت من هذه الاكتشافات اكتفاء ذاتيا من الغاز منذ عام 2018، وبالطبع تقدمت مصر ليس إلى اكتفاء ذاتي بعد من موارد البترولية، لكنها نجحت على التوازي في التقدم إلى اكتفاء ذاتي قد يتحقق في غضون عامين من المنتجات البترولية من البنزين إلى السولار. وطبعا ليس مستبعدا يعني أن تملأ مصر الفجوة ما بين احتياجاتها من البترول واكتشافاتها من البترول، لكن الوضع الراهن بالطبع لا يزال أن حجم تصدره مصر من البترول أقل مما تستورده، ربما بمقدار النصف. هذه الاكتشافات بالطبع كان لابد، بما أنه أغلبها أو أهمها كظهر وغيره بيتم في البحر، أن تكون مشفوعة بالمقدرة المتجددة على الحفاظ على أمنها. نعم. وبالطبع معروف أن الاكتشافات في البحر الأبيض المتوسط بالذات محاطة بمشاحنات وبخلافات بين بعض الدول كتركيا واليونان على الحدود البحرية وغيرها، ولا يزال الأمر جاريا. خلينا نتحول مع حضرتك يا استاذ انديل لملف اخر دوله شغاله عليه هذه الفتره، كورونا. والحقيقه رئيس النهارده وجه بضروره انه يكون في توسع في عمليات التلقيح وايضا في المراكز لاعطاء التطعيمات. رئيس الوزراء اتكلم النهارده اننا بصدد استلام شحنه اخرى على مايو مكونة من 4 مليون، حوالي 4 مليون جرعة من خلال منظمة كوفاكس. خليني أسأل حضرتك كيف تتابع هذا الملف، مش بس تعاون من الدولة، ولكن حابة أعرف رأي حضرتك أيضا عن تعامل الناس. يعني طبعا الكورونا جائحة عالمية، وفكرة لقاحات كورونا أيضا مشكلة عالمية.
يعني في بطء في خطوط التوريد وفي بطء في عملية التلقيح على مستوى العالم كله. وفي نوع من الاستئثار أو الأنانية لدى الدول المنتجة للقاحات. دولة كأمريكا على سبيل المثال تمنع بتاتا تصدير أي لقاحات سواء من فايزر أو حتى من استرازينيكا أو من جونسون أند جونسون اللي توقف استخدامها استخدام اللقاح مؤقتا. ويكفي أن نعلم أنه يعني في حوالي 60 مليون جرعة ألقيت في الزبالة بأمريكا بسبب تأخر الحاجزين عن تلقي هذه اللقاحات خاصة من الفايزر بايونتيك لأنه معروف أنه يحفظ في درجة حرارة منخفضة جدا تحت الصفر بسبعين درجة وطبعا بيفسد حين يعرض. فبسبب احتمالات الإفساد في 60 مليون جرعة يعني رمتهم أمريكا في الزبالة لكن ضنت بهم حتى على أخواتها الغربيات كفرنسا حين تقدم ماكرون إلى بايدن بطلب لأخذ استرازينيكا المحجوزة لدى أمريكا ورفض الرئيس جو بايدن رغم أن استرازينيكا لم يستخدم إلى اليوم في أمريكا. طبعا عدد الدول التي تقدمت في التلقيح معروف يعني أمريكا وبريطانيا وإسرائيل والإمارات وعدد محدود من الدول التي تقدمت في عملية التلقيح. في مصر لا نستطيع أن نقول إلى اليوم أننا تقدمنا في عملية التلقيح. عدد اللقاحات المتاحة محدود جدا. لو جمعنا الهدايا الصينية زائد شحنة استرازينيكا احنا بصدد ما هو أقل من 2 مليون جرعة إلى الآن. طبعا التسجيل على الموقع والتوسع في إنشاء مراكز تلقيح جارٍ حسب الإحصاءات أو البيانات الرسمية هناك 200 مركز جرى إعدادهم للتلقيح. لكن عملية التلقيح نفسها تجري ببطء شديد جدا وبصورة محدودة. وبالطبع ما أشرت إليه من كلام رئيس الوزراء عن توقع ورود يعني 4 ملايين جرعة من خلال آلية كوفاكس أو نص مليون جرعة أخرى من سينوفارم الصيني أو حتى من إعلان رئيس الوزراء ووزيرة الصحة عن الاتفاق على تصنيع سينوفارم في مصر أو حتى التوجه إلى الاتفاق على تصنيع سبوتنيك في مصر. لا زال الأمر فيما يبدو في مراحل غير مكتملة إلى الآن. من هنا أنا لا أتصور أن عملية تلقيح جادة واسعة النطاق نسبيا سوف تسري في مصر قبل شهر يوليو المقبل على تقدير معتدل. يعني طبعا عملية التلقيح إلى الآن بتواجه في مصر شيئان كما قلت محدودية المخزون وأيضا إحجام كثير من المواطنين عن تلقي اللقاحات بسبب ما يثار دوليا ويوميا عن اللقاحات وعواقبها أو أثرها الجانبية. أنا عايز أسأل حضرتك سؤال في هذا الأمر عن حالات من تحديداً هذه النقطة في حالات استرازينيكا ما يثار بشكل عالمي عن بعض اللقاحات. وحضرتك كنت في بداية حديثك اتكلمت عن أنانية بعض الدول في اقتناء اللقاحات بشكل أو بآخر. هل في على جانب آخر تسييس ببعض البروباغندا التي تثار حول بعض اللقاحات الاخر؟ مش بتكلم يمكن عن جونسون اند جونسون، حديثي اكثر عن استرازينيكا. هل في عمليه تسييس دخلت على الخط يا استاذ انديل؟ لا طبعا، يعني هي كورونا كلها كوباء وكلقاحات اعقبتها خاضعه لعمليه تسييس واسعه النطاق. اثنين، هذا مرض على الهوى، بمعنى أن اللقاحات التي أنتجت لأمراض من قبل أو بيئة من قبل لم تحظى بكل هذا التركيز الذي حظيت به لقاحات كورونا. فهناك دخول في تفاصيل التفاصيل مما كان يجري في العادة بين المتخصصين لا على الشيوع ولا على الرأي العام. طبعا هذا دفع ليس في مصر فقط إحجام، دفع دولة كالدنمارك على سبيل المثال إلى إلغاء التلقيح باسترازينيكا جملة وتفصيلا. أريد أن أشير إلى أنه حالات التجلط أو التخثر في الدم التي تجري تحت سن الخمسين خاصة في النساء فيما رصد بصدد جونسون أند جونسون واسترازينيكا كلها تجري على مستويات يعني 1 في المليون أو أشياء من هذا القبيل. يعني
يعني الفكرة الأساسية أنه كل دواء لها أثار جانبية، هذا أمر مسلم به في عالم الدواء، واللقاحات أيضا لها أثار جانبية. لكن استثمار وجود مثل هذه الحالات في إيجاد نفسية عالمية يعني، وهذا مرض معولم ضد اللقاحات، هو القائم بالفعل ليس عندنا فقط بل في كل بلدان العالم. بالطبع يضيف الخيال الشعبي وتضيف السوشيال ميديا وجنرالات السوشيال ميديا وأطباء وعلماء السوشيال ميديا كجنرالات المقاهي يفتون في كل شيء، فيضيفون يعني أشياء من نوع أنه سيصاب بالعقم هذا كلام كله كلام الحقيقة خارج منطق العلم. منطق العلم بيقول ببساطة أن كل الأدوية لها أثار جانبية. سيد مستشار رئيس الجمهورية الدكتور عوض طاج الدين قال ببساطة ما يمكن أن نتخذه قاعدة للتوعية العامة. لا نريد أن نقول، لأننا بذلك نتجنب التفكير العلمي السليم، أن اللقاحات الحالية توفر وقاية دائمة من كورونا. هذا أمر لم يثبت على أي نحو، ولم تدعي أي شركة من الشركات المنتجة ولا أي هيئة دواء في العالم. ماذا يمكن أن تفعل اللقاحات؟ تفعل ببساطة أنها بتقلل إلى أدنى حد من الأعراض ومن المضاعفات. يعني ببساطة أكثر، لكي أكون أكثر وضوحا، ميزة هذه اللقاحات أنها تجعل إمكانية التعايش مع كورونا أفضل، واعتبرها مجرد التهاب تنفسي كغيره، وليس بالضرورة يقودنا إلى غرف العناية المركزة وإلى أجهزة التنفس الصناعي. يعني التوعية يجب أن تكون منطلقة من أنه في كل التدابير الاحترازية التي اتخذها العالم كالتباعد الاجتماعي والكمامات وغيرها، اللقاحات تبدو أكثر تقدما كتدبير احترازي يجعل فكرة التعايش مع المرض وإزالة كورونا وإزالة رهبته وعواقبه المدمرة للحياة أقل بكثير جدا. ومن هنا التلقيح بالطبع أفضل من عدم التلقيح. في مصر بحسب عدد السكان نحتاج إلى تلقيح 70 مليون مواطن على الأقل، يعني نحتاج إلى 140 مليون جرعة. وهذا ما دفعني لأن أقول أنه قد ننتظر لبعض الوقت لتوفير المخزون الأساسي، ثم الاندفاع إلى توعية، ثم قيادة حملة للتلقيح في البلد، لأننا بلد ضمن أنشطته وضمن أوضاع اقتصاده أنه بلد سياحي، ونحن أقمنا يعني حفلا ذهبيا لملوك وملوك ملكات مصر. ونطور بمليارات بالملوك للملوك والملكات، ونطور في البنى الأساسية، ونخلق مناطق جذب سياحي ثقافي إلى جوار السياحة الشاطئية في كل مكان. لماذا؟ لكي نوسع نطاق السياحة في مصر. فالدولة أصابت حين بدأت في تلقيح العاملين في القطاع السياحي، خاصة كما تقول السيدة وزيرة الصحة 350 ألف جرعة. طبعا الرقم بيحتاج إلى إضافات كثيرة جدا. فإذا كنا نهيئ بلدنا لأن تستقبل السياح بأعداد كبيرة جدا بعد هذا الموات السياحي، فعملية التلقيح أيضا عملية اقتصادية جدا، وكل ما ينفق فيها حتى لو جرى التلقيح بالمجان كما أطلب، كل ما ينفق فيها لا يعد شيئا إذا قورن بالمكاسب المتوقعة. والحقيقة حضرتك قلت جملة أعتقد أنها تبقى معنا، هو فعلا فيروس على الهواء. خلينا يا دكتور أو أستاذ أنديل ننتقل لملف إقليمي، وعايز أعرف قراءة حضرتك للمشهد العراقي في إطار وقوع حادث انفجار في مدينة الصدر بالعراق، بعدها بساعات قليلة وقع حادث انفجار في مطار أربيل في إقليم كردستان العراق تحديدا. كيف تقرأ هذا المشهد الآن بتصاعد وتيرة العمليات متماشيا مع خطوط سياسية؟ هناك أمل ربما لإحراز تقدم أو هدف بإنجاز العملية الانتخابية في أكتوبر. كيف تقرأ المشهد يا أستاذ أنديل؟ العراق منذ سنوات طويلة، ربما منذ احتلاله في 2003، تحول إلى ملعب دم مفتوح. أعتقد أن العمليات الإرهاب التي شهدناها في الأيام الأخيرة سواء في
مدينة الصدر في بغداد أو في أربيل أو في غيرها، أو اكتشاف مخازن متفجرات لداعش في تل العفر في محافظة نينوى التي عاصمتها الموصل. أعتقد أن هذه أحداث شبه يومية في العراق. العراق مشكلته الأساسية أنه بلد عزيز ومقتدر، يعني احتلال أمريكي ثم ما تلاه من هيمنة إيرانية جعلت العراق في وضع لا يرغب أحد في استمراره. هناك جهود يبذلها السيد مصطفى الكاظمي، وهناك مواعيد من نوع تحديد الانتخابات في أكتوبر المقبل. بافتراض أن هذه الانتخابات تمت، لا أتصور أنها ستغير الصورة كثيرا، لأنه أصل الوجع العراقي هو افتقاد الوطن العراقي وافتقاد الدولة العراقية منذ الاحتلال الأمريكي في 9 إبريل 2003. تحطم الجيش العراقي القائم على تجنيد الوطن العام، تحطم جهاز الدولة العراقية، أصبح العراق ساحة مفتوحة لكل من هب ودب. جرى استخدام الورقة الطائفية بصورة سوداء، بحيث أصبحنا أمام مشهد يستفز بعضه بعضا. تتكون دواعش في الإطار السني غرب العراق، تتكون في مقابلة دواعش شيعية موالية لإيران تعرف باسم الفصائل الولائية، وهناك خلط انتقائي يتم من نوع أيهما يجلو أولا، القوات الأمريكية أم الهيمنة الإيرانية. تقديري أن الحق لا يضاد بعضه بعضا، وأنه المطلوب أن تجلو القوات الأمريكية وأن تجلو عناصر الهيمنة الإيرانية حتى لو كانت من داخل العراق، وهذا لن يتحقق إلا بتوحيد سلطة السلاح، بمعنى أنه لا يصح أن يكون السلاح في يد أي أحد ونتوقع أن تقوم دولة. يجب أن يحصر السلاح في يد الدولة وفي يد جيشها الذي يجب أن يكون بالأساس على أساس تجنيد الوطن العام لا على أساس تجميع الميليشيات. هناك جهود تبذلها طبعا الأجهزة العراقية، لكنها تتحرك كمن يبحث عن قطة في غرفة مظلمة، يعني هناك اكتشافات يومية لخلايا، لكن الخلايا لا ينفد وجودها، لأن كما قلت أجواء الشحن الطائفي تجعل من كل طائفة ومن اللجوء إلى السلاح ومن اللجوء إلى القتل خيارا وحيدا للبقاء، والقتل بالطبع ليس خيارا للحياة. العراق يحتاج أيضا إلى دستور آخر يختلف عن الدستور الذي تركه حاكم الأمريكي العراق بول بريمر. العراق يحتاج إلى أن يغادر مربع البرلمانية الكئيب إلى مربع الرئاسية، بمعنى أن يقوم في العراق نظام رئاسي يشد عصبه من جديد، خاصة أن هذه الفكرة تتبلور الآن حتى في الحاضنة الشيعية التي أوسعوها شحنا طائفيا ضد السنة وضد صدام حسين. أعتقد أنه كلنا نتمنى بالطبع يعني نهارا آمنا وليلا آمنا للعراق، لكن يبدو أن التقدم لفكرة أمن العراق واستقراره سيأخذ بعض الوقت، خاصة أننا نلف وندور حول قصص لا قيمة لها من نوع حوار استراتيجي مع الأمريكان أو توثيق العرى مع إيران. طبعا في الجانب الآخر هناك بعض أطراف عربية سواء من الخليج أو من مصر تحاول أن تعيد العراق إلى الحضن العربي. معركة العراق جارية في تقديري في قلبه ومن حوله، لكن عودة العراق لكي يكون عراقا عزيزا مقتدرا خاصة بثرواته الهائلة الطبيعية، أنا أعتقد هذا هو المصير. وموضوع متشعب فعلا يا أستاذ أنديل، والكل يعلم أن العراق يحتاج إلى الكثير من الساعات. الأمر يبحث عربية نشر الإخبارية يا أستاذ أنديل على رأس الساعة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا، الكاتب الصحفي الكبير أستاذ عبد الحليم أنديل. مشاهدينا الكرام انتهت هذه الساعة من المواجهة، بشكر حضرتكم شكرا جزيلا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.